ما تجيب ابوس قبل ما يدخل جوه. ولسه عندنا اس ام اس كتير ومكالمات كتير، ولكن خلونا نرجع تاني. نسيت اقول لك حاجه مهمه يا هولي. عايزك تفهميني، انت حبيتي هنا بس واحده 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 واحده. ها عزيزو، يلا الناس هتعرف ان انا جايب واحده. يلا افتح يلا. ايوه معتز حاضر. انت بتربس ليه؟ ها؟ ايش كنت باكي نام زميلتي في المكتب صاحبي، بس انا برضه ما بحبه زي ما فهمتك. ها؟ انا اخش اخد دش على السريع. ها؟ اخش اخد دش معاك. اخش دش ايه؟ ما انا لازم اخش اخد دش معاك دلوقتي. يلا 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 امشي يلا امشي. انت طارق؟ انا حبيت عندك النهارده. اهلا وسهلا. ليه؟ يا باكنجهام، انت يا ستي اللي جايه على بيت. يا نسمة. انت حبيتي هنا فعلا؟ ايه في؟ لا مفيش حاجه، بس انا قلت اشوفك تفطري ايه الصبح وكده. بص ايه ده؟ ايه رايك البس ده؟ ايه ده؟ البس ده ولا ده احسن؟ ايه ده؟ ده هيعجبك قوي الحقيقه. انت معاكي تشكيله هايله. طب ما تعملي بقى باترينا هنا للشنطه كده، بحيث اللي معدي يبص على طول من غير ما تتعبي نفسك. ده لسه جاي. كفايه ابوس ايدك. الشنطه دي منفذه على الدولاب ولا ايه؟ ما قلتليش البس ايه يا ستي. البسيهم كلهم، بس يا ريت القصير قدام بقى والطويل ورا. انت حباتي هنا ليه؟ انا عارف انه سؤال مش من حقي، بس يهمني اعرف الاسباب. انت ليه مش بايته في بيتكم؟ اصل نسيت مفاتيح الشقه. طب ليه ما رنتيش الباب؟ ما خبطتيش الجرس؟ ما خبطتيش جرس الباب ليه بتاعكم؟ ها خبطتيش الجرس ليه بتاعكم؟ ما حصل. حصل بعدين؟ اصل مامي بتروح تلعب تنس في النادي. ها. وبعدين تديها جاكوسي وسونا. سونا؟ ها. بتروح للبيت مقتوله. طب وليه ما بلغتوش البوليس؟ ها بتنام مقتوله. يعني الحقيقه اسباب مقنعه جدا. انت بتتكلم كده ليه؟ اصلا انا عندي برد بدبارح. من ايه؟ بدبارح. من ايه؟ بدبارح. انت غبيه ولا ايه؟ البرد من ايه؟ جالي من ايه؟ جالي كنت قاعد بـ 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 كنت قاعد قدام الدش وبعدين خرجت في الهواء. يا حرام. بلدي! مامي! هو انتوا كنتوا تاهين من بعض ولا ايه؟ دي بتاعه التنس. انا عايز اقول لحضرتك. راسي راسي هتقع. استنى خدها. مجنونة. مجنونة بالحب يا لادم. غير الأغنية دي يا بني آدم. خلي حاجة هادية. فين بقى يا مامي؟ مامي إيه؟ أنت كده هتعصبيها أكتر. مجنونة. أنت بتغرر من أنت يالا. والمصحف ما تغرغرتي بيها. من حضرتك. أمال مش عايز ولا ما. قدامي يا بنت. مجنونة بالحب لازم. مجنونة حبك اكيد. ما استنيتش ليه لما تغني الشريط كله؟ دشك ايه بقى؟ ما كمل اول. ما قلت لك يا اخي، قلت لك اجي معاك. بعدين وقف. هنا كان في مزه، انت عملت ايه باكي نام؟ قطعت امها. هادي. لا السفريه المره دي طولت قوي، استحليتها انت وعشت هناك. عمده. وجاي حامي قوي من المطار على الشغل، رايح لك يومين يا اخي بعد السفر. هو مفيش وقت. عملت ايه في اللي طلبته منك يا عماد؟ سالت عنها في السجل المدني، واكتشفت ان عنوانها القديم هو نفسه العنوان، ما اتغيرش. عماد انا لازم اوصل لها، لازم اوصل لساره باي ثمن، انت فاهمني؟ هتوصل لها، بس انا عاوزك تطمن نفسك بس، ولا يكون عندك فكر. ها؟ بقول لك انا اعرف واد قريبي ممكن يخلصنا من الموضوع ده فورا. ايه ظابط؟ لا ده واد شغال في شركه موبايلات، ممكن عن طريقه نعرف عنوانها. هو فين ده؟ بهدوء، خليك كول كده. الواد ده اصله قفل شويه. وممكن يعني يحس ان احنا بنرتص ولا حاجه. سيب لي الموضوع ده خالص. اوكي يا مان. ركنت فين امبارح؟ ركنت فين انا امبارح؟ لو سمحت بعد اذنك، ما شفتش عربيه سمرة صغيره كده؟ لا ما شفتهاش. شكرا. لو سمحت. ايوه ممكن تعديني؟ اعديك. اتفضل. ما تخافش فيش عربيه، تتفضل. لا العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. انت مستخبيه. بعدين بقى في الحانه المتوحشه دي على الصبح. Thank you.
يا ابن الكلب هتدغدغ العربية. خلاص خليك انا هتصرف. في الشماسة الرخص هتلاقيها في الشماسة عندك. اتفضل يا سيدي. هو الاجتماع خلص ولا ايه؟ زي ما انت شايف. طب تفتكر ممكن يعدوه من الاول؟ ما شاء الله يا استاذ، عندك يومين خصم. ليه بس يا استاذ خاطر؟ حضرتك ما حضرتش الاجتماع، جاي متاخر، مش لابس اللبس اليونيفورم بتاع الشغل. امشي اتفضل. طيب ما هو يحيى لسه واصل معايا برضه. ما تجيبش السلسله على شانك. يا ريتك يا اخي زي يحيى وبتبيع خطوط زي يحيى. تعالى يا حيى اتفضل. طب انا ذنبي ايه يا نجوى؟ يعني ان يحيى بيبيع خطوطه وهو في خدمه العملاء. طارق يا ابني انا زي مامتك الصغيره، انت شخصيتك جميله بس كلها نقط ضعف نقط ضعف نقط ضعف. انت ما شفتش فيلم سبايدر مان؟ شفته. كان كحروت ومعفن ومرمي جنب الزباله وفجاه ايه ده بتجري ليه؟ في ايه؟ مش عارفه دايما بحب اجري في الحته دي. افتكرتك سكرانه على الصبح. امسكي ده. ايه ده؟ سيدي الاغاني اللي انت طلبتي اسجلها لك. ايه ده محرم فؤاد؟ ايوه. طيب ايه مشكلة؟ انا طالبه شعبان عبد الرحيم. يا ستي محرم فؤاد من شعبان مش هتفرق، ده فرق شهرين، بيحطي عندك في الدرج شهرين يقلب شعبولة لوحده. يلا انا على مكتبي. طارق انت بلطجي، فكر ان انت بلطجي بلطجي بلطجي، انت فاهم؟ ايه يا نجوى؟ يا ليس نجوى. يا لهوي بلطجة بقى. بس انا ماليش في البلطجة قوي يعني. بلطجي بلطجي. يا سلام. صباح الخير. صباح النور. اخس نسيت ان انا في الشغل. ايوه سيتي كول معاك. الو. ايوه مساء الخير. ايوه اتعرف بيكي. ابتسام. اسم جميل. طب ممكن رقم تليفون؟ 506-3566. تمام. العنوان 18 شارع المنيل. المنيل. معلش تاخذنيش، اصل القاف مش واضحه عندي في كلمه المنيل. الخط مقطوع كتير. الخط مقطوع فعلا. يا حرام. لا 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 ولا يهمك يا اختي ابتسام، انا عارف عارف ان انقطاع الخط عنك يعني بمثابه تجربه قاسيه عليك. اوعدك ان انا هرجع لك الخط حالا، هرجعه لك اربع مرات. ميرسي جدا جدا. اوكي ميرسي. ويا ريت نعتبرك صديقه البرنامج، صديقه الشركه. مع الف سلامه. مع السلامه. معنا اتصال تاني نقول الو. الو. يا ترى بترجع كل الخطوط المقطوعه لكل الناس ولا اللي صوتهم محندق وحلو وبس؟ لا 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 لكل الناس. يعني حضرتك فاشل في خدمة العملاء وفاشل في بيع الخطوط. يحيى بعت كم خط لغاية دلوقتي من ال 500 خط اللي عليك؟ فاضل لي 20 بس حضرتك. فاضل له 20. وانت حضرتك بقى يا حدق فاضل لك كم خط؟ فاضل لي خط. خط؟ ايوه. لا شيخ. ايوه فاضل لي خط وابقى بدات ابيع في ال 500 خط. اسمع بقى يا خايب يا عايب، الاسبوع ده كله تنزل شيفت بالليل. فادي كول كول. مغلوب يا مان. بي كول. الو. انا عمده. ازيك يا حبيب؟ انا تمام الحمد لله. بقول لك في واحد صديقي عز عليا قوي طالب منك 50 خط تليفون للشركة بتاعته. ايه؟ 50 خط؟ طب ما اجيلك على طول دلوقتي. من بعد الفجر هتلاقيني عندك. ايوه! من بعد الفجر هتلاقيني عندك. لا يا عم مالكش دعوة بحوافزي. خليك في حوافزك انت. ايوه! ايوه ايوه لا مفيش حاجة. مفيش حاجة. طيب انا انت بتشد السلك من عندك ولا ايه يا عماد؟ ماشي بكره ربنا يرزقك بشحن رخم. سلام بقى يا عماد. ماشي بكره عدي عليك. طيب ايه؟ السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه قال انا جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟
انت مين؟ كان عيش وتعاش. يا بني ادم انت جاي حضانه، انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر، انت بتسال اسئله غير منطقيه، على فكره انت فوق الفظيع، فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا. يا بني ادم يا بني ادم انت هنا في بيتي وانا ولا هديك عود. هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا، اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل. كمل ايه؟ ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله الله الله، الله. انت بتقل ادب. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها ده انت هتاكل علقه. 26000 موظف وصل. بيسو حبيب قلبي، معلش اتاخرت عليك. والله معتز. ازاي حالك؟ جبت الحشيش؟ جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها، ودي بردك اللي انا جبتها لك بردك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ طرابوره. ايه؟ طرابوره افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش بردك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش، واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش وين؟ كم كان؟ واحد واحد. يلا يا جدعان، مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده من عليه بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع. صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه حبيبي؟ معلش معلش. خلاص يا عم بقى، ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى، خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. واقول لك ايه، بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عند البيت تاني. ماشي؟ تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حزب. ده جون فينا يعني في مصر. بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا يا ابني. قلت لك انا قلت لك اللي سامحه هو ابصر ايه وما ادري ايه. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر. يا فوق الفظيع، محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع. نود على صاحبي عدل. انا متشكر يا وز عشان انت خدت لي بطاري وربطته. بس ماتش حلو قوي. النتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر ونيجيريا. احنا السود. ها عالية جدا بدنيا فنيا، سجل هدفين فقدمت اسكتلندا، وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنيه فيها متابعه كانت رائعه. يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعه الخامسه الى نقطه رقم 14. السلام عليكم. انا اعتبر كده اوعى تيجي جنبها. ها انا حذرتك اهو. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ الله، ايه ده؟ المفروض ان دي شركه محترمه. دوس هنا لو سمحت. دوس جامد جامد جامد. اتقل جامد. ايوه بس ايوه.